السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع شركة Smart Soft Solutions و Advanced Topics عن System Zenda Call Manager. في مجموعة الفيديوهات دي هنتكلم بالتحديد عن Supervisor Dashboard. في الفيديو رقم 4 هنكمل مع بعض الـ Dashboard Widgets وهنشوف فيه Statistics Calls Answered Widget, Statistics Waiting Widget, Statistics Members Widget, Statistics Mailbox Widget. نكمل مع بعض الـ Dashboard Widget Items. ودلوقتي هنشوف احنا طبعا شفنا الـ Statistics Calls, في بعدها الـ Statistics Calls Answered. Statistics Calls Answered دي هي widget خاصة بالـ Answered Code فقط. يعني الـ Statistics Calls كان بيجيب معلومات وإحصاءات عن الـ Calls بشكل عام, لكن الـ widget دي اللي هي Statistics Calls Answered خاصة بالـ Answered Code فقط. هنعمل Create لـ widget ونشوف بالظبط الـ behavior بتاعها عامل ازاي. هنديها أي name وليكن S Answered, ده جاست نيم ليها. الويث هنخليه 6 زي ما هو. كل تشايلد انا حاليا هشتغل على كل تشايلد بتوعي, ممكن ترجع للفيديو رقم 1 علشان تشوف الويث والاولد تشايلد معناهم ايه. بالنسبه للفلتر بعد كده الكول تايبس, انا هنا طبعا بما اني كونسيرند بالكولز فانا لازم احدد له الكول تايبس اللي انا كونسيرند بيها. هل انا عايز الويدجت دي كونسيرن فقط بالانكامينج كولز ولا الاوت جوينج كولز ولا الانتركام ولا اي كوليكشن من الكول تايبس. انا حاليا في التيست بتاعي انا كونسيرن باي نوع من المكالمات, فانا هقول له اول كولز. فانا كده كل المكالمات هتبقى داخل معايا داخل الاستاتستكس اللي ظاهره في الويدجت عندي. اقول له اوكي, فبتظهر الويدجت بالشكل ده. طبعا واضح جدا ان حجم الداتا فيها قليل جدا, فمش محتاجه كل السايز الكبير اللي هي واخداه. فانا عمليا في الغالب بصغر حجمها قوي, يعني ممكن بدل الستة ديفولت ممكن اخليها 2 اللي هو تقريبا اصغر يونت, فبلاقي برضو ان الاثنين حجم مناسب بالنسبه للويدجت دي. طيب الويدجت بتعرض لي معلومتين رئيسيتين عن الانسرد كول. اكد تاني ان دي خاصه بالانسرد كولز فقط. طبعا الانسرد كولز من الكول تايبس اللي احنا اخترناها, والانسرد كولز على التشايلد اللي احنا اخترناهم, هل هم اول ماي تشايلد ولا تشايلد ديديكيتد لاكستنشنز معينه او كيوز معينه. فالمعلومات اللي بتظهر لي هنا في الويدجت دي حاجتين. اول معلومه هي الافريج توكنج كول, وتاني معلومه اللونجست توكنج كول. يعني هي كونسيرند جدا بالتوكنج ديوريشن. احنا عارفين طبعا ان المكالمه لما بتيجي على ايجنت والمكالمه بيترد عليها, المكالمه بيكون ليها توتال ديوريشن. توتال ديوريشن ده داخل سيستم زيندا بيشمل اربع اجزاء. اول جزء الرينج ديوريشن, مده الجرس اللي المكالمه رنت فيه. بعد كده الهولد ديوريشن لو الاكستنشن حط المكالمه في الهولد. بعد كده الافتر كول ورك ديوريشن اللي هي الراب اب تايم او الانتر كول ديوريشن, المسافه بين المكالمه والمكالمه. اخر حاجه التوكن ديوريشن, ودي الديوريشن الاكشوالي اللي تم فيها الكلام, يعني انا اتكلمت قد ايه بالفعل في المكالمه دي. فالانسرد كول ويدجت كونسيرند قوي بالتوكن ديوريشن, فبيديني الافريج توكن ديوريشن على كل الكول تايبس لكل ديستنيشن اللي اخترناهم, وبيديني اللونجست توكن ديوريشن اللي هي اطول مكالمه تم الكلام فيها واسوا مكالمه. طبعا انا ممكن احط ويدجت ثانيه وثالثه ورابعه من نفس النوع ده, لكن اللي بيفرق معايا الكول تايبس او يفرق معايا الديستنيشن. يعني انا ممكن اعمل ويدجت ثانيه, طبعا ممكن اعمل ويدجت فروم سكراتش, او بسهوله جدا اجي اقول له كوبي لي الويدجت دي فبيفتح لي نفس السيتنج بتاعت الويدجت. لكن انا في الحاله دي ممكن اشيل مثلا اول تشايلد واحط تشايلدز معينه, يعني احط اكستنشن 1000 وممكن احط معاها اكستنشن ثانيه 1100, وممكن اي عدد من الاكستنشنز بحيث ابص على الديستنيشنز دي لوحدها واقول له اديها طبعا نيم, اقول له اس كول انسرد بين قوسين 1000 و1100. طبعا دي جاست نيمز ليا انا علشان ابقى عارف الويدجت دي بتاعت ايه بالظبط واقول له اوكي. فبتنزل الويدجت بالشكل ده. طبعا هي هتديني نفس الداتا لان هم الاثنين اكستنشن دول بالفعل اللي عملوا المكالمات عندي, لكن انا ممكن اخليها تبص على اكستنشن غيرهم وغيرهم وغيرهم. ونكمل مع بعض في الداشبورد ويدجت ايتمز, وهنشوف دلوقتي نوع من الويدجت اللي هو statistics waiting. طبعا واضح من الاسم ان دي ويدجت خاصه بالويتنج, المكالمات اللي دخلت في الانتظار. فنديها نيم دلوقتي سي اس سبيس ويتنج. طبعا النيم ده اي ديسكريبتيف نيم بالنسبه لي انا بحطه علشان اعرف الويدجت دي خاصه بايه بالظبط. طيب بتاع اللي هو الستاتستكس ويتنج, الويدث بتاعها خليه 6 دلوقتي, والكيز هي خليها اول تشايلد. بالنسبه للويدث والكيز لو انت مش عارف معناهم ايه ممكن ترجع للفيديو رقم 1 مشروح فيه التو ايتمز دول ومعناهم ايه بالتفصيل. فانا اقول له اوكي دلوقتي.
فبتظهر لي الويدجت بالشكل ده. الويدجت شايله ثلاث معلومات، وواضح طبعا ان الحجم اللي احنا مدينه الويدجت اكبر من اللي هي محتاجاه، فممكن عمليا نصغر حجمها شويه. يعني السته دي ممكن نخليها اربعه، اعتقد هيبقى الحجم مناسب جدا. اوكي، الثلاث معلومات اللي الويدجت دي بتعرضهم لي، اول حاجه بتديني الافريج ويتنج، يعني بالنسبه لي الديستنيشنز اللي احنا اخترناها، اللي هي يا اما تكون اول تشايلد يا اما تكون ديستنيشنز معينه سواء اكستنشن او كيوز معينه، الافريج كول ويتنج اللي اتحقق فيها لحد دلوقتي لحد اللحظه دي كام؟ بالدقيقه، الفورمات دقيقه وبالثانيه، الافريج ويتنج. وبيديني برضو اللونجست ويت، يعني اطول مكالمه دخلت في الويت قعدت قد ايه في الانتظار على الديستنيشن دي. المعلومه الثالثه بيديني الكيود كولز اللي هي الكرنت لايف ويتنج اللي موجوده على الديستنيشن دي، يعني لو في اي مكالمه لايف موجوده حاليا في الويتنج بيديني عدد المكالمات الموجوده في الويتنج. طب ممكن نجرب مع بعض علشان نشوف الكلام ده بشكل عملي. خلينا علشان التجربه تبقى عمليه نعمل ايديت، وبدل اول تشايلد لا نقول له كيو معينه اللي هي رقم 708، دي كيو موجوده عندي في السيستم وانا عايز اشوف الويتنج على الكيو دي تحديدا. اوكي، يبقى كده المعلومات دي بتبص على الكيو اللي هي رقمها 7800. نفتح اي اكستنشن. انا طبعا الكيو علشان مكالمه تدخل في الويتنج لازم يكون كل الممبرز اللي في الكيو يا اما نوت افيلابل يا اما نوت ريدي يا اما نوت ايدل، يعني ما يكونش في حد افيلابل ان هو يستقبل مكالمه. في الحاله دي اللي بيتصل بالكيو سواء مكالمه خارجيه او حتى داخليه بيتحول على الويتنج. فانا دلوقتي عندي اكستنشن هستخدم السوفت فون اكستنشن رقم 1000 هيتصل بالكيو اللي هي رقم 7800 ونشوف ايه اللي هيحصل. عدد المكالمات بالانتظار 1. طبعا حسب السيتنج والكونفيجريشن المعمول على الكيو، الكيو رقم 7800 معمول الكونفيجريشن بتاعتها ان لو مفيش اي ممبر ايدل او ريدي ان هو يستقبل المكالمه، دايركت المكالمه بتتحول على الكيو. فاحنا بالفعل سمعنا البري كيو برومبت اللي هو بيقول لي عدد المكالمات كذا، ودخلت دايركت على الكيو. انتظار واحد. طبعا ديورنج الويتنج انا دلوقتي خلاص ظاهر قدامي ان في بالفعل مكالمه لايف ويتنج، وخلاص المكالمه في الكيو وهتفضل العدد ده او الكاونتر ده شغال معايا طول ما في مكالمات شغاله. لو قفلنا الكول دلوقتي فالمكالمه بتتشال من الكيو وابديتد على طول الفيو اللي قدامي ان عدد الكيو كول دلوقتي بقى زيرو. نكمل مع بعض الداشبورد ويدجت ايتمز، ومعادنا دلوقتي مع الستاتستكس ممبرز. statistics members widget، الويدجت دي خاصه بالممبرز الريليتد لكيو معينه، يعني واضح ان الويدجت دي كونسيرند على الكيوز مش على الاكستنشن. يعني انا هديها نيم دلوقتي سي اس كيو، وهنا ده التايب بتاعها statistics members. السايل ويث خليه 6 زي ما هو. بالنسبه لاول تشايلد احنا بما اننا كونسيرند على كيوز معينه فانا ممكن اخلي اول تشايلد هيديني كل الكيوز الموجوده عندي في السيستم، او احط كيو بعينها. يعني انا عندي كيو رقم 7800 دي كيو موجوده عندي بالفعل على السيستم، فانا عايز ابص على الممبرز اللي موجودين في الكيو دلوقتي الستيت بتاعتهم عامله ايه او الستاتستكس بتاعتهم عامله ايه، اقول له اوكي فبتظهر لي الويدجت بالشكل ده. طبعا واضح انها مش محتاجه السايز الكبير اللي احنا اديناه لها، فممكن نصغر الحجم شويه، ممكن نسيبها زي ما هي، لكن عمليا انت اكيد هتصغر الويدث بتاعها شويه، فممكن نخليه اربعه، ستيل اربعه برضو حجم مناسب. طيب في ثلاث معلومات بيظهروا لي في الويدجت دي. اول معلومه بتقول لي الاكتف ممبرز، يعني في كام ممبر اكتف دلوقتي في الكيو، عامل لوجن في الكيو وعامل ريدي، يعني جاهز ان هو يستقبل مكالمات ريليتد للكيو. المعلومه الثانيه بتقول لي التوكينج، في كام واحد من الريدي ممبرز دلوقتي توكينج، يعني في كام واحد بيتكلم حاليا في مكالمه فعليه. فهنا بيديني التوتال ممبرز الجويند حاليا داخل الكيو، وهنا بيديني التوكينج ممبرز كام مكالمه فعليه شغاله لايف دلوقتي داخل الكيو. وبعد كده المعلومه الثالثه بيقول لي الافيلابل، يعني كام واحد متبقي من الممبرز جاهز ان هو يستقبل مكالمات جديده. فنجرب الكلام ده دلوقتي بشكل عملي. احنا عارفين ان الكيو رقم 7800 ليها ممبرز موجودين في السيستم، مفيش ولا واحد فيهم عامل لوجن او جوينت في الكيو دلوقتي، فاحنا نعمل لوجن لاي ممبر من الممبرز بتوعها. انا عارف ان من ضمن الممبرز بتوعها اكستنشن رقم 7002، فهلوجن بالاكستنشن دي دلوقتي واقول له، خلينا نيجي هنا كده واقول له اوكي. طبعا هي عامله بريك، كانت عامله بريك قبل كده، فنخلي نفسنا ريدي واقول له اوكي. فمجرد ما الاكستنشن عملت لوجن
حصل ابديت دلوقتي على الفيو بتاعي، قال ان في دلوقتي 1 اكتف ممبر موجود، وعدد التوكنج ممبرز دلوقتي زيرو، يعني مفيش حد من الممبرز بيتكلم، والافيلبل دلوقتي 100% افيلبل، لان بالفعل الممبر الوحيد الموجود عندي هو دلوقتي ايدل ومفيش معاه مكالمات، وبالتالي في 100% من الممبرز افيلبل. طب نجرب دلوقتي نعمل اتصال بالكيو علشان نشوف الفيو هيابديت باي شكل. نجرب اتصال داخلي، نعمل لوجن باي اكستنشن ثانيه ولتكن مثلا 1000، طبعا دي اكستنشن خارج الكيو، فكده بقى في عندي اكستنشن 1000، ممكن نجيب الاكستنشن كده شويه، ودي اكستنشن اللي هي الممبر بتاعه الكيو. نجرب دلوقتي نتصل بالكيو اللي هي 7800 ونشوف ايه اللي هيحصل. 7800، طبعا المكالمه دلوقتي بترن على طول على الافيلبل ممبر اللي هو 7002، والفيو دلوقتي بيقول ان في 1 اكتف وفي 1 توكنج، يعني في واحد فيهم مشغول دلوقتي، وعدد الايدل ممبرز زيرو. انا لو رديت على المكالمه اصبح حاليا في 1 كول لايف شغاله، يعني في توتال 1 ممبر اكتف دلوقتي في الكيو، في عدد المكالمات اللي شغاله في الكيو 1، وبالتالي 0% من الممبرز افيلبل دلوقتي. جاست ان الاكستنشن ده او الممبر ده خلص المكالمه وقفل وبقى ايدل، هلاقي الفيو دي ابديتد اوتوماتيك، يعني مجرد ما خلص المكالمه على طول اصبح التوكينج دلوقتي عددهم زيرو والافيلبل 100%. هنكمل في الداشبورد ويدجت ايتمز ونشوف دلوقتي ويدجت من النوع ستاتستكس ميل بوكس. طبعا واضح قوي من اسمها ان هي ريليتد او خاصه بالميل بوكس الموجود في الزندا سيستم، فنديها اي نيم دلوقتي سي اس ام بي است ميل بوكس. الويدث بتاعها خليه 6، الاولد تشايلد هنسيبها اولد تشايلد زي ما هي. بالنسبه للويدث والاولد تشايلد ممكن ترجع للفيديو رقم 1 وتشوف الشرح التفصيلي على التو ايتمز دول وايه معناهم وازاي بستخدمهم. بقول له اوكي. فبتظهر عندي الويدجت بالشكل ده، واضح طبعا ان هي مش محتاجه السايز الكبير ده كله، فانا ممكن اسيبها زي ما هي او عمليه ممكن اصغر الحجم شويه، ممكن السته دي تبقى 4 ويبقى اعتقد حجم مناسب جدا. طيب الويدجت دي بتظهر لي ثلاث معلومات على الميل بوكس، او تحديدا على الفويس مسج المتسابه او المتروكه في الميل بوكس. بيقول لي في كام نيو مسجز موجوده في الميل بوكسز دي. طبعا الميل بوكسز هي الريليتد ديستنيشن اللي احنا اخترناها. احنا حاليا اخترنا اول تشايلد، يعني كل التشايلد اللي تحتي كل الميل بوكس بتاعته. لكن انا ممكن اديديكيت على ميل بوكس معين او ديستنيشن معين، يعني سي 7800 ده فويس ميل خاص ب كيو موجود عندي في السيستم رقم 7800، فانا كده ببص فقط على الميل بوكس الخاص بالكيو دي. اوكي، ممكن احط ميل بوكس ثاني وثالث ورابع، او اسيب اول تشايلد بيديني كل التشايلد اللي تحتي، كل الناس اللي انا من حقي ابص على الداتا بتاعتهم از سوبرفايزر. اوكي، اقول له اوكي، اتغير شويه المعلومه لان دي كده بقت الميل بوكس الخاص ب ديستنيشن 7800 فقط. فبيقول لي ان في 66 نيو مسجز، يعني في 66 رساله جديده لم يتم الاستماع اليهم، واللي في 5 اولد مسجز، يعني في 5 رسائل قديمه تم الاستماع اليهم لكن ستيل موجودين في الفويس ميل. توتال الرسائل الموجوده 71 رساله. طبعا لو حصل اي ابديت من الناحيه الثانيه، يعني اليوزر دخل على الفويس ميل بتاعه وسمع رسائل، فطبعا الرساله اللي بيسمعها بتنزل على طول من النيو بتنزل في الاولد، لو حذف رسائل فالداتا دي ابديتد على طول بالمعلومات المتاحه عندي. نجرب كده مع بعض، يعني من اي لوجن اكستنشن دلوقتي، في عندي هنا اكستنشن، هنجرب ناكسس الفويس ميل اللي هو رقمه 7800، احنا عارفين من سيستم زند علشان ناكسس الفويس ميل 7800 انا بطلب 7800 وبطلب في الاخر نجمه نجمه. انا كده باكسس الفويس ميل رقم 7800، ناكسسه مع بعض. لديكم 66 رساله جديده، لسماع الرسائل اضغط 1، لضبط صندوق البريد الصوتي اضغط 2. انا همشي مع الرساله اضغط 1 علشان استمع للرسائل. الرسالة غير موجودة، سيتم تحديث البيانات. الرسالة غير موجودة، سيتم تحديث البيانات. الرسالة غير موجودة. طبعا واضح ان الرسائل نفسها الميديا بتاعتها مش موجودة عندي على السيرفر ده، وبالتالي هو بيأبديت الداتا بتاعته، لكن انا شايف ان الداتا ابديتد على طول على الفيو بتاعي. الرسالة غير موجودة، سيتم تحديث البيانات. كل رساله هو بيمسحها، هو بيابديت نفسه ان هو بيمسحها، ابديتد على طول في الفيو عندي. طبعا لو في رسائل موجوده بالفعل، انا طبعا الرسائل دي فيرتشوال فالميديا بتاعتها مش موجوده عندي على السيرفر اللي بتست بيه، لكن هو بيابديت نفسه على طول، يعني الرساله اللي بيلاقي ليها انفو ما بيلاقيهاش ميديا فبيشيل الانفو بتاعتها وبيابديت الداتا عنده.
بحيث ان الرساله نفسها بتتحذف، وانا شفت بالفعل ان الداتا ابديتد عندي على اللايف فيو بتاعي.